السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامج نادية للطبخ والحلويات. اللي ما غنقدم لكم الشباكية اللي غنحتاج فيها المقادير التالية: غنحتاج 2 كيلو ديال الفورص، زعفران حركة مع شوية سنيدة، نص كحرة، معلقة كبيرة نافع، معلقة كبيرة حبة حلاوة، معلقة صغيرة خرقوم، 2 معالق مثل معلقة ونص قرفة، 1 كيلو ديال الزنجلان محمر ومخلط مع 4 ديال اللوز. غنحتاج كاس ديال الزبدة، كاس زيت الزيتون، وما زهر باش غنعجن، وكاس خل. غنمشيو دابا لطريقة التحضير. كيف ما كتشاهدوا معايا، درت اللوز والزنجلان، خويت عليهم الزبدة، غنزيد قرفة، كاع المكونات، زيت العود، الخرقوم والخل، غنزيد الزهر وغنخلط مزيان حتى يتخلط معايا داك الزنجلان. وغندير حساب ساشيه ونص ديال الخميره حيت نسيتها ما قلتهاش في الاول، ونخلط مزيان. من بعد الخليط ديالي غنخويه في الفورص، من بعد ما بسبسناها غنكملها بالزهر. غنبقى ندير الزهر حتى نحصلوا على العجينه اللي بغينا تماسك. بعد ما كورنا العجينه وخليناها ترتاح، نصرحها في الرقم اللي بغيت، اللي بغات السيدة ديرو. بالنسبة لي أنا كنبغي جوج رقيقة، درتها النمرة اللي غتعطينا الرق. كيف ما كتشاهدو هادشي انا كندير ديال 4 شراط على حسب كل واحد الطريقه ديالو بهذا الشكل. دابا تابعوا معايا في الشباك كيف ما كتشاهدوا، غنهز الاولى والثانيه نهودها، والاولى عفوا والثالثه نحطها فوق الاولى، والرابعه نجيبها تحت من الاولى كيف ما تحت من الثانيه، ولا هذا الشكل باش نحصلوا على شكل ورده. كيف ما كتشاهدوا غنهز الاولى ونحضر الثانيه،
وثلاثه مضاعفه من الاولى، والرابعه نديرها تحت من الثانيه ونقلب هكا. كتجي الشبكه زوينه. غير ملي ندربوا عليها في الاول غتجيكم ساهله. كيف ما كتشاهدوا معايا غنخلي حتى نكمل كاع الخليط اللي عندي، ومن بعد نقليها ونطفيها في العسل. كيف ما كتشاهدوا سيداتي الشباكيه ديالنا هي هذه. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. انا درت نص بالزنجلان ونص بلاش باش تشوفوا الشبيكه ديالنا كي جات. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.